نتواصل في تعزيز سلطة الحكومة الاتحادية كما ذكرت في كل العراق، بضمنها المنافذ ومنافذ إقليم كردستان، المطارات في السليمانية وفي أربيل. تعرفون أكو دعاية مضادة بأن هناك حصار، لا يوجد حصار. تعرفون مطارات أربيل والسليمانية الرحلات الداخلية مفتوحة بالكامل، الرحلات الداخلية بين المحافظات العراقية، بين النجف والسليمانية وأربيل، بين بغداد والسليمانية وأربيل، بصرة والسليمانية في أربيل. إنما الحظر اللي صار هو على الرحلات الدولية وبسبب بسيط، لأن هذا منفذ دولي حسب الدستور. المنفذ الدولي صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية كل العالم، تكلموا يعني بالعالم، قلنا لهم كل العالم في الدول الاتحادية المنافذ الحدودية مسؤولية الحكومة الاتحادية في كلها. انظروا ألمانيا اتحادية، أمريكا اتحادية، أكو كل الدول الاتحادية في المنطقة في العالم اللي هو نظامها المنفذ الخارجي يجب أن يكون اتحادي. إحنا هذه شروطنا وإحنا ملتزمين بهذه الشروط. الآن التفاوض وصل مراحل متطورة، ولن سنفتح المطارات عندما تتحقق شروطنا بالكامل، وإن شاء الله قريب تتحقق شروطنا. الآن الإقليم أنطى استعداد كامل بأنه يوافق على وجود قوة أمنية اتحادية على المطار، سلطة الجوازات اتحادية، سلطة الجمارك اتحادية، والحكومة الاتحادية لها سلطة في هذه المطارات. احنا فقط الخطوات الأخيرة ان شاء الله نقوم بها ونفتح المطارات بهذه الشروط.